نعم. بعد هذا نتكلم عن الأصول الثلاثة. أول سؤال تسأل عنه في قبرك: من ربك؟ من ربك؟ بماذا تجيب؟ لابد تتعلم الآن هنا الإجابة، تقول ربي الله الذي رباني، أي خلقني ورزقني. هذه تربية للظاهر للبدن، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تربية إذن للظاهر وللباطن، وهو ربي وهو معبودي. لماذا أعبد الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لابد أن يعبد، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كل عبادة تصرف لغير الله هذا شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله، ركع لغير الله، طاف حول القبور، شرك أكبر، مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب إذا مات عليه. إذن هل معنى هذا أننا نكفر الناس؟ لا، نحن بهذه الدراسة نريد نحذر ونحذر من الشرك. أما الحكم على أشخاص فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لنا كبار العلماء قضاة الشرعين. أنا واجب الآن أن أتعلم أحذر من الشرك وأحذر منه. فكل عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، مخرج من الملة إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار، والله أعلم.